السلام عليكم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا في هذه الحلقة المميزة. كلمة باتل كلمة مهمة جدا، سوف نتعلم أهم استخداماتها في أمثلة مع المرادفات لكلمة باتل. أما الآن اضغط على أجاب، اشترك في القناة، فعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس. كلمة باتل تأتي بمعنى معركة، عراك أو قتال. مثال أول: He had a long battle with illness. كان لديه معركة طويلة مع المرض. اقرأ معي الآن: He had a long battle with illness. He had a long battle with illness. كررها 5 مرات بصوت مرتفع واكتبها في كراسك، وكذلك جميع العبارات. He had a long battle with illness. مثال الثاني: To battle for civil rights. To battle for civil rights. للقتال من أجل الحقوق المدنية. المثال الثالث: The battle over the future shape of Europe. المعركة على الشكل المستقبلي لأوروبا. The battle over the future shape of Europe. الشكل المستقبلي لأوروبا. أهم مرادفات كلمة battle: conflict, fighting, action, strive. الآن ضع كلمة battle في جملة واكتبها بالتعليق. استخدم كلمة battle في جملة. شكرا لكم على المتابعة، انتظرونا في الحلقة القادمة، حلقة مهمة جدا أيضا مع كلمة جديدة، كلمة bench. وانتظرونا في كل يوم سبت مع اختبار ومراجعة ل10 دروس مع بعضها. اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس حتى تصلكم جميع الاختبارات وجميع الدروس كذلك. شكرا لكم وإلى اللقاء.